أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا اعتقال أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد لاجئين فلسطينيين اثنين من أبناء مخيم النيرب الأسبوع الماضي. وذكرت المجموعة أن اللاجئين الفلسطينيين اعتقلا في فرع الهجرة والجوازات التابع للنظام في أثناء استخراجهما وثيقة سفر دون معرفة الأسباب الكامنة وراء اعتقالهما. نعم، يعيش مخيم النيرب ظروفا أمنية ومعيشية متردية، كما شهد نزيفا حادا من أبنائه منذ 2011، إذ هاجر المئات منه بعد الظروف العسكرية التي فرضها النظام على المنطقة، كما استمال النظام بعض شبانه للانضمام والقتال في صفوفه. سنطرح كثيرا من الأسئلة على مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، ولكن بعد هذا التقرير. على واجهة فرع الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام تستقبلك لوحتان هما الدخول والخروج. يحدث أنك تذهب لاستخراج وثيقة ما وقد يطول انتظارك ولم تخرج لتسجل حينذاك في عداد من ذهب ولم يعد. مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا نشرت عن اعتقال لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم النيرب كان قد ذهب لاستخراج وثيقة سفر في فرع الهجرة والجوازات التابع للنظام في حلب، حيث تم اعتقالهما هناك. المجموعة أشارت إلى أن الشابين لا ينتميان إلى أي جهة من جهات الصراع في سوريا ولم يشاركوا في المظاهرات ضد النظام، فحتى الآن لم يعرف سبب اعتقالهما، مضيفة أنها تتلقى بشكل مستمر رسائل ومعلومات عن معتقلين فلسطينيين تقوم بتوثيقها تباعاً بالرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار نظام الأسد بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم. تقول إحصائيات المجموعة يوجد ما لا يقل عن 1800 معتقل فلسطيني في سجون النظام لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى هذه اللحظة. تقارير سابقة أشارت كذلك إلى اعتقال عشرات الفلسطينيين بعد عودتهم إلى سوريا من أوروبا أو دول الجوار بالرغم من تسوية أوضاعهم. صور سربها شخص يدعى قيصر يوماً لتفضح وحشية النظام بحق المعتقلين، إلا أن ما تخفيه سجون النظام وأقبية فروعه المخابراتية من فظاعة في التعامل ليس فقط مع السوريين والفلسطينيين أيضا، هو أعظم. أرحب بمحمود زغموط عضو مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، هو معنا من إسطنبول. يسعد مساك. يعني أكيد سمعت باعتقال شابين فلسطينيين بمخيم النيرب بحلب، ما القصة؟ مساء الخير لكم والسادة مشاهدي تلفزيون سوريا ومشكورين على الاستضافة. في الواقع حسب مراسل مجموعة العمل في مدينة حلب وصلنا يوم الثلاثاء الماضي نبأ اعتقال النظام لاثنين من سكان مخيم النيرب لاجئين فلسطينيين من سكان مخيم النيرب كانوا يحاولون استخراج وثائق سفر من فرع الهجرة والجوازات في مدينة حلب دون الإفصاح عن يعني أسباب الاعتقال أو مكان الاعتقال، ويعني هذه عادة النظام. كما ورد في التقرير هؤلاء اللاجئان يعني معروف أنهم ليس لديهم أي انتماء سياسي، لم يشاركوا بأي فعالية معارضة للنظام حراك معارض للنظام السوري، وبنفس الوقت يتمتعان بسيرة وسمعة حسنة في أوساط المخيم، وهذا ما يجعل الناس يستغربون سبب الاعتقال. يعني برأيك شو التهمة يعني اللي حضروها لهم؟ يعني هن كانوا بفرع الهجرة وجوازات، حسب تقديراتك التهمة اللي ممكن هن بريئين منها وتم إلزاقها بهم؟ في الواقع النظام لا يفصح عن أسباب الاعتقال، أحيانا ربما تكون بسبب تشابه الأسماء، أحيانا بداعي الابتزاز، أحيانا عمليات الاعتقال تكون أشبه بالخطف بطلب فدية. نظام مع الأسف وأجهزة النظام لا يوجد ضوابط لقضية الاعتقال، يعني أي ضابط أو مجند أو عسكري هو من يقرر اعتقال الشخص أو إطلاق سراحه، وبالتالي هناك تجاوزات كبيرة في هذه المسألة ولا يمكن أن نعرف أسباب الاعتقال الحقيقية. وفي الواقع النظام ليس بحاجة
بسبب لاعتقال أي لاجئ فلسطيني أو مواطن سوري، نظام لا يضبطه القانون ولا يلتزم بأي قوانين أو ضوابط في هذه المسألة. هناك من سكان مخيم النيرب خلال السنوات الماضية، يعني بداية أريد أن أعرف الناس، في مخيم النيرب هو يقع شرق مدينة حلب، المخيم كان عدد سكانه ما يقرب من 20,000 نسمة، نزح إليه أكثر من 900 عائلة من سكان مخيم حندرات شمال حلب أثناء المعارك. المخيم يعاني بسبب الواقع المتردي الاقتصادي بالبلاد، إضافة إلى الواقع الأمني والسياسي، وبالإضافة إلى يعني ما نتج خلال سنوات الحرب من فقدان لمصادر الدخل، من اعتقال أكثر من تقريبا 100 لاجئ فلسطيني، وثقت المجموعة من سكان النيرب تم اعتقالهم، وأنا أعتقد بأن الأعداد، أعداد المعتقلين والضحايا من سكان مخيم النيرب أكبر من الأرقام التي وثقت لدى المجموعة، بسبب أن العائلات واللاجئين الفلسطينيين والسوريين كذلك لا يبلغون عن عمليات الاعتقال خوفا من التعرض للمساءلة من قبل النظام، وبنفس الوقت النظام لا يفصح عن عمليات الاعتقال أو عمليات الإعدام في السجون، لا يفصح عن أي معلومة عن ظروف الاعتقال أو مكان الاعتقال. هناك كما قلنا هناك أكثر من 181 لاجئ فلسطيني قضى من سكان مخيم النيرب خلال مخيم النيرب خلال السنوات الأخيرة، وهناك 98 معتقل موثق بالاسم لدى مجموعة العمل من أجل فلسطيني. طيب أستاذ محمود، يعني برأيكم هل هذه الخطوة هي شيء ممنهج يقوم النظام به الآن ضد لاجئين الفلسطينيين المنحدرين من مخيم النيرب، أم أنها ربما تكون حادثة فردية لها علاقة بالوثائق أو الأوراق أو إلى ما هنالك؟ في الواقع كما قلنا لا يوجد أسباب مفهومة لدى النظام لاعتقال اللاجئين الفلسطينيين، أحيانا تكون أسباب حقيقية وغالب الأحيان هي أسباب غير حقيقية. كما قلنا الاعتقال في سوريا هو اعتقال تعسفي، غالبا أحيانا يكون بسبب انتماء بعض أفراد العائلة للمعارضة، أحيانا يكون بسبب تشابه الأسماء، أحيانا دون أي سبب، ربما أنت تمر على حاجز عسكري لا يعجب العسكري على الحاجز شكلك فيقوم باعتقالك. لا يوجد ضوابط أو قوانين تلتزم بها قوات النظام أثناء عمليات الاعتقال، وبالتالي لا يوجد لدينا أسباب حقيقية نشير لها عندما يعتقل اللاجئين الفلسطينيين أو المواطنين السوريون. الاعتقال بغالبيته هو اعتقال تعسفي لا يخضع لأي قانون مع الأسف. نعم. طيب مخيم النيرب اللي عم نحكي اليوم عنه، كيف الأوضاع في الخدمات؟ الواقع يعني الواقع في مخيم النيرب كما بقية مناطق سوريا، المخيم يتعرض لأزمات كبيرة على مستوى الخدمات، على مستوى الصحة والتعليم والكهرباء والماء والخدمات الأساسية، إضافة ل يعني هذا الواقع الاقتصادي المتردي، فقدان مصادر الدخل أدى لهجرة العشرات من أبناء المخيم خارج هذا المخيم، بالإضافة ل ما يحصل في محيط المخيم على الحواجز، حواجز الخطة الرابعة والأمن العسكري وغيرها التي تبتز المواطنين الآن. يعني منذ أيام وصلنا خبر أن حواجز الخطة الرابعة تقوم بابتزاز سكان مخيم النيرب، كل من يدخل أثاث مثلا أو أغراض إلى منزله في المخيم يمر على هذه الحواجز، تقوم الحواجز بابتزازه وطلب أتاوات مالية منهم قبل إدخالها، قبل السماح بإدخالها إلى المخيم. هناك أزمات كثيرة على المستوى الواقع المعيشي والمتردي، بالإضافة لتفشي مع الأسف ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط شريحة الشباب، وهي بعد اعتقادي ظاهرة نشأت نتيجة الحرب، نتيجة البطالة، نتيجة التفكك الاجتماعي الحاصل بسبب غياب دور الأسرة نتيجة الحرب، وكذلك أيضا استغلال بعض ضعاف النفوس من يعني من يرتبط بالأجهزة الأمنية أو لواء القدس الذي يسيطر على المخيم لترويج المخدرات بهدف المكاسب المالية، وبالتالي كل هذه الأزمات يعاني منها سكان مخيم النيرب كما يعاني الآن بقية سكان المناطق الأخرى في سوريا التي تخضع لسلطة النظام السوري. طيب أستاذ محمود، يعني لو تحدثنا قليلا عن مخيم النيرب، يعني كما هو معروف ربما في فترة من الفترات كان أحد البيئات ربما الموالية للنظام، يعني خرجت من هناك بعض المجموعات أو بعض المجموعات كانت تنتمي إلى هذا المخيم، شاركت النظام في المعارك، ألا يعطي ذلك يعني للاجئين الموجودين في مخيم النيرب ربما ميزة أمام الحواجز أو أمام التعاملات مع النظام، يعني كما يحدث مع باقي الميليشيات التي تقاتل مع النظام،
تعرف دائما هناك منطقة تأخذ صبغة معينة أو سمعة معينة يتم استغلالها دائما لدى الحواجز ولدى النظام، يعني ألا يوجد شيء من ذلك القبيل موجود الآن؟ في الواقع لا يوجد أي صبغة أو تمييز لسكان مخيم النيرب بسبب ما يعني الدور الذي قام به لواء القدس، ووسم أهل مخيم النيرب بهذه السمة التشبيح لصالح النظام. الحقيقة لواء القدس هناك مغالطة كبيرة. لواء القدس هو يعني يوجد بكل تأكيد من أسس اللواء هم فلسطينيون من سكان المخيم، لكن غالبية عناصر اللواء أكثر، يعني اللواء قال بأن أرقام عدد مقاتلي اللواء يقدر ب 3000 مقاتل، لكن أكثر من 2000 مقاتل هم من سكان مدينة حلب، هم مواطنون سوريون، وبالتالي وسمت هذه المنطقة بأنها منطقة يعني موالية للنظام أو ما شاكل، إلا أن سكان المخيم هم مغلوب على أمرهم كما بقية سكان سوريا، هم مدنيون بالنهاية، وهذا اللواء الذي تأسس يعني وقت مبكر من سنة 2012 وعمل عسكريا لصالح النظام لا يمكن لسكان النيرب أن يعني يقوموا بأي دور لإيقافه عن التدخل بالحركة السورية، وبالتالي لا يوجد ميزة لسكان مخيم النيرب على حواجز النظام. نعم. على العكس هم يتعرضون كما غيرهم من سكان سوريا للابتزاز كنا نتمنى أن نستفيد أكثر في هذا الموضوع أستاذ محمود، ولكن للأسف دهمنا الوقت. شكرا جزيلا لك محمود زغموت، عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، كنت معنا من اسطنبول. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بعد الفاصل حنكون مع عابد بحكي ميديا.